لسك اليوم في عيد وصلاة؟ تفضل سيدي. ماني متوضى بصير؟ جائز سيدي ولا حرج. من وين بروح؟ من هون؟ من هنا سيدي. أنت خلاص عامل فيها وزير أوقاف كمان. لك وصل. بدي شوفه. شو هو؟ أهلا أهلا. يا مرحبا. مشايخ أغبياء دمرتهم ويحبونني، ولك حسون وين جايبني على قبر عسى الصلاة؟ مين هاد؟ هذا ضريح خالد بن الوليد سيدي. ولك هاد أمرت الجيش بتدميره، ولك كيف صمد؟ يلا يلا تعالوا نعمل حالنا عم نقرأ الفاتحة. حفظتها سيدي؟ خلاص حسون، أصلا هي سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد خلصه هي. تعالوا لعبد الستار له قدام الكاميرا. تعال. لا ما بدي خلي حسون. تعال حسون، ما بدي قدام الكاميرا عشان إذا خربطت ما ننفضح كالعادة. الله يمضي هالساعة على خير من دون خربطة وفضايح. سلم سيدي سلم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله خلصنا، قوموا نروح. لا سيدي لسه الخطبة. نسيت. يلا هلا ما تخلص. نقول نحن من ورائك يا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس اسمح لي، سعدت حمص بقدومك اليوم. طبل لك قلك طبل. والله خرج تصير وزير الأوقاف، مليت منه هذا عبد الستار على الاسم. لسه هو عيد الأضحى، والثاني هو عيد لأهل حمص يوم الأربعاء غدا إن شاء الله، سنعيد سوية بإذن الله تعالى. بايخة عم تخفف دم كمان. مشايخ هلق بيدوخوني. الله يخليك فوق راسنا يا رب. الله يوفقك يا سيادة الرئيس. معقول يعطيني الأوقات؟ أنا بدي الأمم. يلا عميد كلية الشريعة منيح. إيه حلوة. شكرا لكم يا مشايخ السلطان، لولاكم لما أخذت رخصة لتدمير البلد وتشريد أهله. شكرا. شكرا شكرا.